سمعنا كتير عن الاتحاد الأفريقي، بس جه الوقت اللي بقى مهم نعرف فيه إيه الحكاية. بدأت الحكاية يوم ما قرروا أبطال من 32 دولة أفريقية سنة 63 تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية لهدف طموح ومهم ساعتها، وهو تحرير أفريقيا من الاستعمار. وكان منهم نكروما وهايلي سيلاسي وسيكاتوريه وجمال عبد الناصر وغيرهم الكتير من الأبطال أباء أفريقيا الحديثة. ولما نجحنا كأفارقة في تحرير قارتنا من الاستعمار الأجنبي، وبمرور الزمن اتغير الهدف واختلفت التحديات، وبقى اهتمامنا كله ازاي نحقق تكاملنا الاقتصادي وتنمية ورفاهية كل شعوبنا. وهنا حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية في 2002، واستمر عمل الاتحاد لتحقيق أهدافنا ومصالحنا كلنا لحد دلوقتي. ومن ساعتها رؤسائنا الأفارقة بقوا بيجتمعوا سنويا في قمم الاتحاد لدراسة أحوال قارتهم وإزاي يقدروا يدافعوا عن مصالح شعوب أفريقيا. وكمان تم التفكير في المستقبل، واتفقنا على خطة اسمها أجندة التنمية 2063 عشان نتعامل مع مشاكل القارة بعد 100 سنة من إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. ومن هنا يشرفنا كمصريين اختيار بلدنا لرئاسة الاتحاد الأفريقي السنة دي، اللي فضل ارتباطها بقارتها الأفريقية مش بس بتاريخ، لكن كمان بمستقبل ومصير واحد. تحدي جديد من يوم 10 فبراير مع استلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد من شقيقه الرواندي الرئيس كاجامي. والأولوية هتكون لتحقيق طموحاتنا المشتركة كأفارقة وطموحات شبابنا اللي بيمثلوا أكتر من 60% من أفريقيا. أولوياتنا في مجالات كتيرة تبدأ بمجال حفظ السلام والأمن والاستقرار، وكمان تحقيق تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكاملنا الاقتصادي واندماجنا الإقليمي لحد مد جسور التواصل بين الشعوب الأفريقية والتعاون مع شركاء أفريقيا وغيرها. هي دي أولوياتنا المشتركة، مهمة ومسؤولية جديدة لخدمة إخواتنا وولادنا في كل القارة علشان مزيد من التضامن الأفريقي. بس هنكون إن شاء الله قدها. حلم أفريقي بدأ ولسه مكمل معا من أجل أفريقيا. تحيا مصر وتحيا أفريقيا.